السلام عليكم. إذا كنتم من المتابعين الجدد ديال القناة ما تبخلوش بزر الاشتراك والإعجاب فضلا وليس أمرا، مرحبا بكم. عرف اليوم الأول من المعسكر التدريبي للمنتخب المغربي بالمعمورة، وكما كتشوفوا في هذه الصورة لقطة خلات وليد الركراكي مذهول بجدية اللاعبين في التدريب، وكذلك الاندفاع الغير محسوب سواء البوفال واللي حاول مراوغة مايي واللي كان تدخل ديالو خشن نوعا ما، والمغاربة في التعليقات ديالهم طالبوا البوفال بعدم المغامرة في التدريب هو والجازولي لأنهم كيتعتبروا الورقتان الرابحتان ضد فرق كرواتيا وبلجيكا وهما أجنحة نارية للمنتخب الوطني المغربي. وهناك من طلب من مايي مازحا التوجه نحو النصيري وكذلك الهدالي ولما لا إصابتهم في التدريب، وقال أيضا مازحا أن مايي يريد إصابة أحد اللاعبين باش يقوم وليد الركراكي باستدعاء أخوه المهاجم، وكانت هذه فقط تعاليق مازحة من عشاق المنتخب المغربي، وأكيد كل شيء كيتمنى السلامة لجميع اللاعبين.